شوف الجماهير في الشارع قالت ايه عن وتوقعاتها ايه لماتش مصر وبلجيكا. مصر وبلجيكا مباراة ودية، مين هيكسب المباراة؟ مين هيبقى نجم المباراة؟ ان شاء الله منتخبنا هو اللي هيكسب، ومحمد صلاح يجيب 1-0 وهتبقى مباراة جميلة ان شاء الله. باذن الله محمد صلاح اولا، وممكن الشناوي يعني يعمل برضه اللي عليه نفس الماتش اللي فات. سعدنا والله اكبر عليه، يعني حقق عظمه على عظمه الشناوي اول حاجه، ومحمد صلاح باذن الله الفتره اللي فاتت ريح ويرجع بقوته احسن من الاول بكتير، وهنشوف منه مباراه جيده واحسن من الاول بكتير باذن الله ناخدها. والله هو هيبقى ماتش صعب اكيد، ان احنا المنتخب لسه مدرب جديد والدنيا جديده، ومنتخب بلجيكا منتخب متصنف من توب 10 يعني، وفي لعيبه عالميه يعني كيفن دي بروين ثالث على البالون دور، فالقرار هيبقى صعب يعني مش سهل، بس عندنا برضو لعيبه كويسه ورجاله ان شاء الله خير يعني. انا بتوقع اي مباراه بتكسب 2-0 2-0 ان شاء الله. ممكن 2-1 لمصر، واللي هيبقى نجم المباراه مرموش وصلاح. هتبقى استعداد قوي لبلجيكا عشان كاس العالم، واحنا هنبقى بنقابل منتخبات قويه بدل المنتخبات الافريقيه اللي كنا بنلعبها، وهيبقى تجهيز كويس للمنتخب مع فيتوريا اللي هو لسه جاي، فلسه بيتعرف على اللعيبه وعلى الاسماء الجديده اللي في منتخب مصر. ما اعرفش صراحه، ما اقدرش اخمن، بس يمكن تعادل. هي مباراه وديه يعني وكل حاجه، بس هي غالبا يعني هيبقى هازارد، عشان صلاح الايام دي اصلا مستواه نازل شويه، وغير كده المنتخب لسه اول، تعتبر اول مباراه مع المدرب الجديد، فهو هيكتشف اللعيبه وكده يعني، فلسه ان شاء الله خير، بس هو هيبقى هازارد وصلاح. المباراه طبعا هتبقى صعبه جدا، لان منتخب بلجيكا منتخب قوي جدا، وان شاء الله منتخب مصر يعمل حاجه مشرفه، لان منتخب بلجيكا قبل كده لعبناه وديه برده وكسبنا 3-0، فالمباراه مش هتبقى سهله جدا، وان شاء الله بتوقع ان احنا نكسب ان شاء الله او نتعادل، حاجه يعني تبقى حاجه عظمه ان شاء الله يعني. مصر هي اللي هتكسب ان شاء الله، واللي هيجيب الاجوان محمد صلاح، علشان هو لاعب متميز جدا، وان شاء الله المباراه تبقى كويسه يعني وناجحه، عشان فريق كبير زي بلجيكا هو اللي هيلعب يعني. اللي هيكسب طبعا اكيد محمد صلاح، ومصر طبعا هتكسب، والنتيجه شويه تبقى 1-0 يعني.